لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الرياح يكفان ونسج الرياح يكفانه والقنا الخطية نعشه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم وجه الصباح وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل. يقول السيد ترى ما يمر علينا ليل إلا ونذكر الحسين. إيش عندك يا سيد؟ قال والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوم قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وغار يلملم. ليش كل هذا يا سيد؟ قال ما خلت أن الدهر ما قلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمن ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل من يا سيد؟ قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنايا يا
متأمرا يا بالمسلمين وليس ينكر ما يا أسلم ويضيق الدنيا على يا ابن محمد حتى تقاذف الفضاء الآية يا أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وبه تشرفت الحطيم وزمزايا آيا طلع لكن بيا حالة خلي له هناك يتيمة تترقب أبو غير جاع وهي تصيح بويا على فراقكم ما شفت راحة ما شفت راحة يا بويا وانا راح بس اظل النياحة يا بويا عادة الغياب والعدغم عليل ما إن شاء الله وبلال تقل له يا ابويا أنا لو قف على درب الظلم والله لضعون لضعون وسائل يرحون اي كل من له غيايا يا يا غياب يلفون وانا غايب بوسط اللحد مدفون وحسينا وسط اللحايا يا مدفون آه وحسينا ومصيبته الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مما ورد في الزيارة الشريفة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أشهد أنك قتلت ولم تمت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك حديثنا في هذه الليلة الشريفة
من خلال هذه الفقرة من الزيارة الشريفة لأبي عبد الله الحسين في النصف من شهر شعبان المعظم. وقد أشار الإمام عليه السلام في زيارته لجدة إلى هذا الأمر، وهو حينما قال: أشهد أنك لم تمت، أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك. فماذا يعني في كلامه بأنك قتلت ولم تمت؟ يعني قتل بالنتيجة أنه مات، لكن لما يقول بأنك قتلت ولم تمت إلى ماذا يشير الإمام عليه السلام؟ لمعرفة هذا الأمر أولا لا بد وأن نقف عند معنى وحقيقة الحياة. فالزيارة الشريفة حينما تقول بل برجاء حياتك، أي حياة هذه التي يتحدث عنها الإمام؟ القرآن الكريم لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله ويقول كما في الآيات الشريفة في كيفية الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أول سؤال يطرح من خلال هذه الآية هو أنه هل كان الناس أمواتا فأحياهم النبي؟ وأي حياة هذه اللي بحيث يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني الناس كانت أموات؟ نقول نعم الناس كانت أموات. شلون كانت أموات؟ الآية الشريفة لما تقول أموات في قبال الحياة، ليس هذا الموت الطبيعي، واحد يكون ميت بحيث يتوقف قلبه وتنتهي حياته، بينما هناك إنسان مع أنه قلبه ينبض بهذه الحياة إلا أنه في واقع الأمر هو ميت. شلون هو ميت؟ إذا كان بعيد عن القيم، بعيد عن المبادئ، ففي واقع الأمر هو ميت، لا يشعر بلذة الحياة. لهذا يجي القرآن الكريم في آية أخرى ويقول بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. واحد يقول الآن هالحياة طيبة إذا واحد مات، شلون هالحياة طيبة هذه؟ يقول لا، الحياة طيبة غير الحياة اللي أنت تتصورها، يعني أنه الإنسان موجود يمكن يموت، مات فعلا، توقف قلبه، لكن في واقع الأمر هو حي موجود. كيف هو حي؟ بل أنه يشعر حتى وهو في حياته بلذة هذه الحياة، حينما يقول فلنحيينه حياة طيبة، يقول هذه الحياة اللي ما موجودة عند أي أحد من الناس. هناك البعض من الناس يتصور بأن حياة الإنسان إذا كان على قيد الحياة وعنده أموال وعنده وجاهة وعنده أولاد وعنده وعنده، لكن في واقع الأمر هذا الإنسان مع ما لديه من كل هذه الأمور هو لا غير موجود، ولا يشعر بهذه الحياة التي يعيشها غيره من الناس. شوفوا عنده فلوس لكن للأسف، وإذا هو يخاف على هذه الأموال من أنها تنتهي. شوفوا إذا هذا الإنسان بعيد عن لذة الحياة من خلال بعده عن الله عز وجل، لهذا الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني هذا الإنسان لا يستشعر اللذة في هذه الحياة،
بينما هذا الإنسان الآخر لا. وين حياته هذه؟ فالقرآن يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني دعوة النبي إلى أنه يدعو الناس إلى هذه القيم وهذه المبادئ. فلهذا كان الناس أموات قبل بعثة رسول الله، وأحياهم الله ببركة رسول الله، كما عبرت مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء: وكنتم على شفا حفرة من النار لا تلتذون بهذه الحياة ولا تستطعمون هذه الحياة، وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، تقتادون القد والورق، أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد. أنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتيا والتي. لهذا إحنا ليش دائما لما نجي كما سيأتي في مجرى الكلام، دائما إحنا لما نجي للإنسان المصلح دائما تتعلق به النفوس وترتبط به القلوب، لأنه أوجد في هذه النفوس الحياة. وإذا أول أولئك وأعظمهم وأفضلهم على وجه البسيطة هو رسول الله محمد. اللهم صل وسلم على محمد. فلهذا أقل ما يمكن أن نؤديه لرسول الله صلى الله عليه وآله أن نشكره على كل ما كان منه، وأيضا أن نكون على طريقه وعلى أن نلتزم بما أمر به، سيما في العلاقة بمن؟ بأهل بيته. شادي من هذا كله أنه لاحظ، فلما تقول الآيات الشريفة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فواحد يقول الناس كانت ميتة، يقول نعم كانت ميتة فأحياها الله ببركة رسول الله، بث في نفوس هؤلاء الناس الحياة الحقيقية من خلال التزامهم، من خلال التزامه بأن يجعلهم متمسكين بماذا؟ متمسكين بهذين الثقلين، بالقرآن وبالعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. الآن إحنا لما نجي إلى هذه العبارة من الزيارة الشريفة، هم نتأمل فيها ونرى هذا المعنى نفسه. لما يقول الإمام أشهد أنك قتلت، صحيح الذي جرى على الحسين أنه قتل، بل ومثل بجثمانه الشريف، وجرى عليه ما جرى، لكن صحيح وين قتل الحسين عليه السلام لكنه لم يمت. شلون لم يمت؟ واحد مقتول شلون ما مات؟ نعم ما مات. ليش ما مات؟ لأن كانت لدى الحسين مبادئ، لدى الحسين قيم، الحسين عمل على أن يحييها في نفوس الناس. الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء أولياء وهؤلاء المصلحين وهؤلاء الذين يسعون إلى صلاح البشرية أنه تتحقق لهم مبادئهم حتى بعد شهادتهم وبعد أن جرى عليهم ما جرى. لهذا يقول سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إحنا رايحين ننصرهم، شلون تنصرهم يا رب؟ يقول الإمام أن أشهد أنك قتلت، فما دام هو مقتول شلون نصرته؟ شلون هذه النصرة؟ قال لا، النصرة غير اللي أنت تتصورها، أنه إنا لننصر رسلنا، يعني أنه عندهم مبادئ وأهداف. شو اللي خلى الحسين يقوم بما قام به؟ إنما سعى من خلال ما قام به إلى صلاح البشرية. الله عز وجل يقول له أن كل ما أردت أن يكون سوف يتحقق ويستمر في هذه الحياة،
فإذا شعر الناس بلذة هذه الحياة، لذة الحياة الحقيقية يعني الارتباط بالدين، الارتباط بالإسلام، فالمحور في ذلك كله يعود إلى من؟ يعود إلى سيد الشهداء الذي بث في نفوس الناس الحياة الحقيقية، وكان على طريق النبي صلى الله عليه وآله. لهذا لما يقول الإمام أشهد أنك قتلت ولم تمت، يعني يقول صحيح، وإن كان قد جرى ما جرى على الحسين، لكن هناك مبادئ لا يمكن أن تنتهي وتموت، لأنه بوجودها فهي في وجودها وجود البشرية وحياتهم، وهذا الذي أراده الحسين، بل برجاء حياتك حيت قلوب من؟ قلوب شيعتك، هذيل الذي لديهم هذا التعلق بالحسين. زين، ماذا صنع الحسين؟ شنو من الأمور اللي كان يركز عليها؟ أولها الحسين عليه السلام ركز على أن يجعل البشرية متمسكة بالإسلام. كان هناك مشروع، هذا المشروع يراد من خلاله أن لا يبقى أي أثر للدين، لهذا هو أشار إلى هذا المعنى حينما قال على الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براع كيزيد. إسلام ينتهي، اللي أوجد الدين وأعاد للدين مجد بعد أن حاول من حاول أن ينهي كل ما يتعلق بالدين هو الحسين، الحسين عليه السلام، فأعاد للناس هذه العلاقة بالدين والارتباط برسول الله وبرسالته، هذا واحد. الأمر الآخر، الحسين عليه السلام عمل على أن يصلح. شوف حالة الناس، إذا تجي لبعض الناس صحيح، إذا واحد صالح تجد لديهم علاقة به، لديهم ارتباط به، متعلقين بهذا الإنسان الصالح، لكن لما يجي هذا الإنسان الصالح يقول أنا أريد أصلح الناس، أنا أشوف بعض الأمور أريد أحاول أن أصلحها بطريقة أو بآخر، إيش رايحين يسووا إياه البعض من الناس؟ يستجيبوا إليه؟ لو يقولوا لا، واحد الآن يمشي شخص ملازمنه يروح ويجي وياه يأكل ويشرب وياه، تالي يلاحظ هذا الشخص من صاحبه أنه عند بعض الأمور يريد يصلحها، عند مثلا تهاون في صلاته يقول لا بطريقة أو بآخر تعال حافظ على صلاتك، عند حالة من التقصير في علاقته بأهل بيته يحاول بطريقة أو بآخر أن يسدده وجهه، مو كل واحد يتقبل، اللي يرى بأن هذا الإنسان يريد من خلال ذلك المصلحة مو إلى نفسه، يريد المصلحة إلى صاحبه، لابد أنه سيستجيب له. لكن كثير من الناس يقول لا، الآن النبي صلى الله عليه وآله قبل بعثته شلون كان بين الناس تمشي، وإذا كل الناس عندهم معروف بمجرد أن يروا النبي يقولون هو الصادق، ماذا؟ صادق الأمين. تحول هذا الصادق الأمين بعد ذلك صار ساحر، صادق الأمين صار مجنون، صادق الأمين وإذا به صاروا يتعاملون معه بهكذا معاملة، بحيث وصل الأمر أن يلقون الفرث والدم على جسده الشريف. إذن ذيل البعض من الناس ما يستجيبوا إلى هذا الإنسان، أنت إحنا وياك ما دمت أنت إنسان صالح، ما لك بالناس وما لك شغل بالناس وأوضاعهم، اللي صار صالح صالح واللي يصير غير صالح هذا لنفسه، ما لك شغل. فلهذا تعطل فريضة من الفرائض وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا الإمام عليه السلام بيّن ألا ترون إن هذا، شوف الإمام عليه السلام، شوف خطورة الوضع اللي كانت الناس تعيشه والظرف اللي تمر بالأمة، وإذا به يتحدث عن وضعية جدا في غاية الخطورة ويقول
بأن الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة. هذه الدنيا لذتها كل شيء انتهى راح، ليش مولاي؟ قال ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به؟ شلون تحولت حالة الناس الشكل؟ ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ صار الإنسان المصلح إذا يريد أن يصلح خلل موجود بين الناس، أقول بعض من الناس يحاول أن يوجد لدى الناس حالة من النفور من هذا المصلح، تعال تعال شنو تتحدث؟ هذه الفضولية اللي صايرة عندك على شنو؟ لا لا، احنا نريدك ما دام انت صالح، ما دام انت تريد ان تعمل على ان تصلح، هذا ما نريده. واذا بالامر فعلا تمر بالأمة هكذا يعيش الناس. الحسين عليه السلام يمر بهذا الظرف، ولهذا يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. هذا الصالح إذا ما إلى وجود بين الناس شنو الفائدة؟ هذا الإنسان لابد أن يكون صالح وفي نفس الوقت مصلح، أقلها أن يكون مصلح لأهل بيته، أقلها أنه إذا يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فمن رأى منكم منكرا فليغير. ما عند الأساليب، ما عند الطرق، ما يعرف شلون يغير، قال لأقلها بقلبه وذاك أضعف الإيمان. شلون يعني بقلبه؟ يعني أنه يوجد حالة من النفور، هذا العمل اللي يسويه هذا الإنسان غير صحيح، ها حتى يبين للناس ما دام هذا مصلح الناس تستجيب له، حتى حينما يروا عليه آثار عدم الرضا لهذا الأمر يعرفوا أنه هذا العمل الذي يقوم به بعض الناس إذن غير صحيح. حسين عليه السلام ركز على هذا، فلهذا دائما شوف في كلماته يركز على هذه الفريضة ويرغب الناس إلى أن يهتموا بها ويلتزموا بها، مع أن هناك من كان ماذا يسعى إلى أن يبعد الناس عنه. ولهذا قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي لذكرهم الشرف والصلوات. بعد الأمر الآخر أوجد الحسين من خلال عمله، شوف لما يقول بل برجاء حياتك أوجد محبة بين الناس، أوجد الألفة بين الناس، أوجد السلام بين الناس، مع أنه هناك أعداء، لكن شوف شلون يتعامل وياهم تماما كما كان هو رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله يسعى إلى أن يصلح حال الناس ويتحمل، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ما يستنكف ما يتراجع، وإن كان هناك الإنسان الذي ما جاي يستجيب لكن هو بأسلوب وبآخر يحاول أنه يجذب هؤلاء إليه. حسين عليه السلام أيضا كان هكذا إلى يوم عاشوراء، مع أنه تقول الرواية ورام بعض أصحابه أن يرمي معسكر عمر بن سعد بسهم، فالتفت الإمام إليه إني لأكره أن أبدأهم بقتال، ما أريد أن نبدأهم بقتال، إحنا لازلنا وياهم على ساحة، لعل وعسى لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذا إذا صار الإنسان ملتفت إلى أنه بما أنه إنسان صالح ويسعى إلى صلاح الناس يبدأ بنفسه والمحيطين به ويسعى دائما إلى صلاحهم، وهكذا كان سيد الشهداء، هكذا كان الحسين عليه السلام.
في قبال ماذا؟ في قبال اسمع ماذا يقول: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا. شلون تغير حال الناس؟ النبي يحذر يقول ترى يمر الناس بهذه المرحلة، وأي مرحلة أخطر من هذه؟ قال: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: أو يكون ذلك؟ قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكر والمنكر معروف؟ أو يكون ذلك؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أمرتم بالمنكر ونهيتم. صار الحسين عليه السلام هالشكل في نظر بعضهم، هالشكل. ولهذا وصل الحال، شوف، لأنهم استهتار عدهم وانتهاك لكل الحرمات، وصل بهم الحال: اقتلوا الحسين حيثما وجدتموه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. يقتل الحسين في بيت الله، وين المسلمين؟ وين المسلمين إذا هذا الحسين وهو صبغ رسول الله ويقتل بجوار بيت الله؟ إلى أي حالة وصلت حالة الناس؟ فيقتل أينما كان. أرسل 30 شيطان من شياطين بني أمية يقتل الحسين حتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فإنه لا حرمة له. حسين عليه السلام بعد أن طلع من المدينة ونزل في مكة، مرت الليالي والأيام حتى إذا كان ذلك اليوم وهو يطوف بالكعبة الشريفة زادها الله شرفا ورفعا، وإذا بالهاتف ينادي: حسين. فالتفت الحسين: من الهاتف؟ قال: سادسكم في الكساء جبرائيل. يا حسين، حل من إحرامك قبل أن تستحل محارم، فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. طاف الحسين بالبيت وسعى وحل من إحرامه وخطب في الناس. اسمع، وإذا هو ما فقد الأمل حتى في ذاك الوقت، أسند ظهره للكعبة وصاح: بسم الله وما شاء الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله، خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولغني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين اللواويس وكربلا فيملان من لي أكراشا جوف، وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشد عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه وينجز بها وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله، فضج البيت بمن في أمان الله. في دعة الله يا أبا عبد الله
حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله أدلى بخطبته التي أدمت أماقي كل مقلة فتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله ما راعهم إلا الحسين. صيحة صيحة ويا حجاج بيت الله الحرام وهم يسمعون الحسين ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة كنا صيحة واحدة وحسين ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة قالوا ماذا دعاك إلى المسير يا ابن الأجلة قال الحسين يزيد في البيت الحرام دم استحله لو لم أعجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجله أمر بتجهيز الهوادج وأركبن بنات رسول الله والحسين ينادي لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما أطرق يا الله يا الله وارحم تلك الصرخة ها خل كنا نقرأ هالليالي على حساب الحسين والله لبيك يا ربي عن جوارك أنا ما لبيك يذبح رجالي وظل ما أفرق لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما أمره لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون من شنو خايف أبو علي خاف من القتل حاشاه ذلك خايف على الدين خايف على الرسالة لبيك يا ربي تقبل نسكي ولا أعمى لبيك واقبل تلبياتي بذبحة الأط لبيك حتى الشمور يصعد صدري بليل رحم الله من نادى حسين لبيك يا ربي تقبل نسكي ولا أعمى لبيك واقبل تلبياتي بذبحة الأطفال لبيك حتى الشمر يصعد صدري بلنعى لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون لبيك أنا حسين الصبوت ما راقب وشاني لبيك توقف حايرة بالشام وزينباه وحسيناه لبيك توقف حايرة بالشام قلبك يتحمل هذا البيت لبيك راسي بوسطة المجلس يضربونه لبيك أنا خايف وكل الناس مأمونة
أمر الحسين بتجهيز الهوادج وأركبن بنات رسول الله، لكن يا لها من ساعة احنا بعد وياهم والرايات ترف على تلك الهوادج. يوم الذي راع الشيام أنواي شد الرا، يا الله يا الله، ما أدري ما أدري، مشتاق تروحي لزيارة الحسين؟ هذه الليالي هالليالي قلبك وين؟ مو عند الحسين؟ مو بكربلاء الليلة؟ يلا يلا احنا بعد ويا هذا المحن ويا هذا الركب الحسين نروح الى كربلاء. ولي يوم الذي راع الشيام انواي شيء، طب لا عد زينب مبتسم شوري امرك نود نتمث. الله طلع نوع عباس حدي كل فارد واجحد. بعد بعد يا اهل الغيره اسمعني النساء يا الامهات يا الاخوات، كل ساعة وعاد محمل هنيا هنيا لكم، تستاهل تستاهل. كل ساعة وعاد باسون صدل الحسين وناشده قلش نزل تكب قل يا خو يا ابو علي تدرب اخت نمده. يا الله يا الله ما تحمل والله ليتك يا عباس وزينب وحسين، ليتك يا عباس تحق يوم طلعت منك صار صار لإرادت الناقة تعثر يضرب خواتك حق. والي 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 يا علي يا علي صار
باسم من أردت فإلا قد أبدناهم جميعا قتال. زينب أين من أنزل أين من أنزلوك إباحة عز لا تراك العيون إلا خيالا. طلعت تنادي يا زجر لا تزعجوني ابرك بالمطايا والسفر لا تمحنوني خلوا خوات حسين بالبر واتركوني والله لحتى تروح روح وتغمض العين. قلها ذبح عباس قلها ذبح عباس وتقضت ايامه راسا فضخ يا زينب والنهبة خيامة. ترك الحكي وطلع يا زينب باليتامى والله ترك الحكي وطلع يا زينب باليتامى باليتامى والله دخلت وفرقت هشمال ويمين. وين راحت زينب؟ تأمل شوية هذا البيت وأسألكم الدعاء. وإذا بزينب يوم اللي جاوا يركبون بنات رسول الله طلعت وين رايحة يا زينب؟ زين العابدين يلتفت عمش عندك قالت أنا رايحة العباس قعدة. وسدر مال وحسينات